خالد جاب الله من مواليد عام 1958 بالقاهرة، هو أحد نجوم ورموز الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 عندما ضمه الجنرال الراحل محمود الجوهري من نادي هليوبوليس ليبدأ تاريخا جديدا مع المارد الأحمر، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي عام 1977 وهو في 19 من عمره، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. لعب خالد جدالله الذي لقبه الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي بالفناجيل الصغير في حقبة الثمانينيات، واستمر لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 12 عاما، وبالتحديد من عام 1977 وحتى عام 1989. ومن منا لا يتذكر قذيفة خالد جدالله الشهيرة في شباك المصري في الدقيقة 18 من أحداث اللقاء بعد كرة عرضية تلقاها من ربيع ياسين، حاول لاعب المصري أن يقطعها ولكن جدالله استطاع أن يسددها في مرمى المصري، معلنا في نهاية المباراة فوز الأهلي بهدف دون رد، لتتوج القلعة الحمراء بلقب بطولة كأس مصر رقم 24 في تاريخها عام 1983. وأيضا هدفه الأخير مع النادي الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز عام 1987 من ضربة جزاء في مباراة غزل المحلة، عندما نجح جدالله في إدراك هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ويكفي أنه كان صاحب هدفي الأهلي في مرمى إكسبريس الأوغندي عندما بدأ المارد الأحمر بقيادة الراحل محمود الجوهري مشواره مع بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1986 بالفوز على بطل أوغندا بهدفين نظيفين في ذهاب دور الاثنين والثلاثين. بنالتي وخالد جدالله يجيب الجول الثاني على يمين لبوديا. لعب خالد جدالله إلى جانب أشهر نجوم كرة القدم المصرية أمثال الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد، ونجح في حصد أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي ما بين دوري ممتاز وكأس مصر وبطولات إفريقية، كما أحرز خلال مشواره الكروي 87 هدفا، ومثل منتخب الوطني الأول لكرة القدم والشباب. واعتزل اللاعب رسميا عام 1989 مفضلا انهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء صاحبة الفضل في شهرته، رافضا الانتقال لأي ناد آخر رغم العروض العديدة التي تلقاها وقتها من أندية أخرى كانت تريد الحصول على خدماته. يا كابتن مصر مشرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. الله يخليك كابتن، سعيد بيك وسعيد ان انا موجود معاك. الحمد لله، الله يخليك. الحمد لله كله تمام، ذكريات وحاجات حلوه شايفك يعني. والله فكرتونا بالحاجات الحلوه يعني، والاجوان الحلوه والبطولات الحلوه، احلى وقت والواحد بيلعب كوره. انا اكتر حاجه كانت عجباني النهارده كان الجمهور يا كابتن. يعني الجمهور احنا على طول بيعجبنا الجمهور، ولكن ايامها ما كانش فيه اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا لا، ايام الامور مختلفه، الامور كانت مختلفه بالكامل. كل الماتشات العديد من الجماهير بتتفرج، والجمهور هو روح اي ماتش، صحيح، وروح اي فرقه، وهو اللاعب رقم واحد دايما بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح. احنا كل البطولات اللي خدناها على مدار تاريخ النادي الاهلي السبب الرئيسي فيها رقم واحد جمهور النادي الاهلي العظيم. طبعا صحيح صحيح، نتمنى ان الجمهور يعود مره اخرى باذن الله. احنا بنسعى له بصراحه، العداله الجماهيريه زي ما كنا بنتكلم عن العداله التحكيميه والحقيقه اللي بيتم. او امبارح والنهارده شفت الماتشات ولا يعني على قد ما على قد ما على قد اللي حضرتك شفته، شايف القرارات التحكيميه اللي كانت موجوده النهارده في كل المباريات وامبارح
من بدايه الدوري لغايه دلوقتي اعتقد ماشيه بشكل جيد يعني ما اعرفش لغايه دلوقتي ماشيه بشكل جيد بس اتفضل. هو في نقطه مهمه جدا فضل. ان الحكام السنه دي الراجل الاجنبي اللي جه الانجليزي كلاتنبرج داون هنلاقي كور مشتركه كتير مفيش فاولات بيعدوها على اساس بس على كل الفرق على المفروض ان هو يكون على كل الفرق صحيح. طبعا لغايه دلوقتي احنا لعبنا 6 مباريات كلها ماشيه كويس كلها ماشيه كويس وماشيه بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي هو سايبين اللعب في 6 ماتشات بالظبط بالظبط يعني ما بيحسبوش اي حاجه يعني اي زقه اي احتكاك ما بيتحسبش زي الاول لا بيحاول ان هو اداهم شويه تعليمات ان ازاي اللعب يبقى الفير بلاي واللعب على الكوره حتى لو في شويه التحامات ولكن لا تضر باللاعب فبيمشوه اوكي فده كويس يعني حتى طبعاً. حتى لو فيها بعض الظلم ولكن المساواه في الظلم عدل بالظبط كده فانا شايف ان لا بدايه تحكيميه جيده وبالتالي كل ما نريده ان تكون والدوري فنيا برضو حضرتك شايف البدايه امبارح والنهارده ازاي والله البدايه كويسه جدا مبشره ان هنشوف دوري قوي السنه دي في منافسه جامده العديد من الانديه دعمت نفسها بلعيبه كتيره جدا على مستوى عالي انتقالات كتيره جدا للعيبه ما بين الانديه وده هيدي اول دوري الممتاز السنه دي ونتمنى باذن الله ان احنا يعني كل ما الدوري هيبقى المستوى فيه الفني عالي ده هيرجع على المنتخب بشكل كويس طبعا وهي البدايه واضح ان هو قد يكون هناك نواحي فنيه جيده ان شاء الله نشوفها السنه دي في الدوري العام المصري مع وجود 6 أو 7 مدربين اجانب مع وجود مدربين يعني النهارده مثلا وانا قاعد بتفرج على ماتش الاسماعيلي الاهلي والاسماعيلي شفنا مباراه جيده هنتكلم عنها دلوقتي كلها لكن امبارح كان في 3 مباريات الاتحاد واسوان وفوز الاسوان او فوز الاتحاد على اسوان بهدف مقابل لا شيء في اسوان ثم تعادل ما بين البنك الاهلي وفاركو ثم هزيمه للمصري من احمد سامي كابتن احمد سامي من سيراميكا 3-0 وبالتالي 3 مباريات مهمه جدا النهارده تعادل انبي مع بيراميدز ثم فوز الاهلي 1-0 على الاسماعيلي في مباراه جيده وايضا فوز الزمالك على سموحه بهدفين على سموحه بهدفين مقابل لا شيء نتائج كويسه العروض كويسه بدا من 3 ماتشات بتوع امبارح كان فيهم نديه بشكل كبير جدا المستوى النهارده في ماتش النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي المستوى يمكن مرتفع شويه شايفين كره هجوميه من الفرقتين ودي حاجه كويسه انا اول مره اشوف فرقه الاسماعيلي بتلعب جيم مفتوح يعني بتهاجم وهي معاها الكوره ولما الكوره بتقطع بترجع تدافع فاول مره اشوفهم بيلعبوا جيم مفتوح كده وكل لما الجيمات هتبقى مفتوحه وتبقى كره هجوميه ده هيعود بالنفع كبير جدا على منتخبنا الوطني وهيدي اثاره ومتعه واهداف كتيره في الدوري وهي دي المتعه اللي الناس مستنياها ان هي تتفرج على جوان ومباراه الزمالك وسموحه شفتها ازاي النهارده كابتن العشري اعتقد عمل مباراه جيده امام الزمالك لغايه الدقيقه 80 بالظبط هو طارق نفس الاسلوب بتاعه يعني بينتقل من نادي لنادي نفس الاسلوب بتاعه اللي هو ازاي التامين الدفاعي بشكل كبير جدا وبيحاول ان هو يخطف هدف ولكن يمكن الحلول الفرديه لعيبه نادي الزمالك النهارده قدرت ان هي تتفوق وتحرز هدفين طيب نروح بقى المباراه الاهم احنا طبعا ما حدش اتفرج على امبي وبيراميدز لانه كلنا يعني بنتفرج على مباراه الاهلي الاهلي النهارده والاسماعيلي مباراه جيده المدير الفني استطاع ان يدير المباراه بشكل جيد سواء في بدايه المباراه او التغييرات ولكن المباراه حضرتك شفتها ازاي بقى كرجل تعلم هذه الامور بشكل جيد والله النادي الاهلي شكله كويس كبدايه دايما البدايات احنا بنقول بدايات دايما بتبقى صعبه بدايه اي مسابقه او اي بطوله بتبقى صعبه النادي الاهلي البدايه بتاعته النهارده كانت بشكل كويس جدا لعب فيه الريتم سريع ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للعبة النادي الاهلي لان طول عمر لعبة النادي الاهلي على مدار الاعوام الماضيه تتميز عن باقي الانديه بالريتم السريع في اللعب النهارده الريتم كان مناسب جدا وكان سريع وكان فيه سرعه سواء من سرعه التصرف سرعه الحركه سرعه التحرك بدون كوره فشفنا شكل كويس وانا شايف النادي الاهلي باذن الله بدايه موفقه جدا باذن الله يعني نتمنى ان التوفيق دايما يبقى معانا لان التوفيق في كره القدم مهم جدا جدا ولكن الشكل مبشر بالخير باذن الله كبدايه لفرقه النادي الاهلي ونتيجه كويسه و3 نقاط طبعا يدوا اللعيبه ثقه ويحطونا في مقدمه الجدول ويحطونا على الطريق المظبوط يعني. طيب برضو عشان انا كنت بتكلم انا اسف يا كابتن بس كنت بتكلم مع جمهور النادي الاهلي في بدايه كلامي مع في هذه الحلقه عن البيان اللي كان عامله الاتحاد المصري للكرة الطائرة فيما يخص سرقة عقود لاعبي النادي الأهلي ده بناء على الكلمة اللي مكتوبة في البيان
فالاتحاد المصري في البيان ده قايل يا جماعه تواصلوا معايا لو عايزين حاجه، فاحنا تواصلنا مع الاستاذ ياسر قمر رئيس الاتحاد، فطبعا قافل تليفونه. كلمنا الاستاذ عمرو مخلوف، الاستاذ حاتم الشربيني كلم الاستاذ عمرو مخلوف امين الصندوق في الاتحاد المصري لكره الطائره، والاستاذ عمرو قال له ان النادي الاهلي قدم شكواه بالفعل من 5 ايام او من 6 ايام، وبالتالي بيتم دراستها بناء لانها مدعمه بمستندات، وبالتالي يتم دراستها وسيتم الاقرار فيها في اقرب او البت فيها في اقرب فرصه. حاول الاستاذ حاتم ان هو يعرف امتى اقرب فرصه علشان يبقى عندنا كلام في هذا او عندنا وقت نقدر نقوله لجمهور النادي الاهلي. كان الرد ان هو جاري دراسه هذا الامر فقط. اوكي، اذا احنا يعني بكره واليومين اللي جايين لغايه يوم الاحد اجازه، ان شاء الله يوم الاحد نتواصل مره اخرى مع الاستاذ عمرو ونشوف هل بالفعل تم البت في هذا الامر او في هذه الشكوى ولا لا، وهنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. رد او الرد على هذه الامور يجب ان يكون اولا باول، وبالتالي انا قلت لحضراتكم يعني بالنسبه لي كان يعني بيان غريب جدا الاتحاد المصري للكره الطائره كان عامله، ما اعرفش حضرتك لو متابع الموضوع ده، بس هو موضوع يعني طويل شويه. فالاتحاد المصري للكره الطائره كان عامل بيان بيتكلم فيه عن صفقه عقود لاعبين النادي الاهلي، ولكن لم يتكلم عن ان نائب رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره كابتن هناء حمزه اتكلمت عن احد اهم واكبر الانديه الافريقيه والعربيه والمصريه في عن انها بيتعرض او بيعمل او بيزور وبيبلطج في المكسب والكلام ده كله. ما حدش رد على هذا الكلام، ولكن ردوا على الامر فيما يخص الموضوع بتاع سرقه عقود اللاعبين. ما حدش رد برضو على موضوع ان 18 عقد يطلع على الهوا، 18 عقد يطلع على الهوا وما حدش يقول حاجه. ازاي بقى ازاي يعني؟ دي حاجه مش طبيعيه طبعا. لا، الكابتن هناء حمزه كانت قاعده مع الكابتن ده، مش انا اللي عملت. أيوة. هو على الهوا. فالكابتن هناء حمزه نائب رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره قالت للكابتن هاني حتحوت على الهوا انا معايا 18 عقد، اتفضل قارن واتفرج عشان تعرف وتشوف. وال 18 عقد بتوع النادي الاهلي. فدي مش واقعه انا اللي عاملها او انا اللي بقولها. ايوه، دي طلعت يعني اتشافت. يعني دي اتشافت. ايوه، مصر كلها يعني الناس اللي قاعده بتتفرج او اللي ما كانش يعرف وسمعني دلوقتي هيفتح يتفرج عليها ويشوفها. ايوه. طب بناء على ايه العقود دي طلعت يعني؟ مش ما هو ده مش معنى عقود لعيبه النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي قدم شكواه. ايوه. فانا استغربت اللي حصل ايه؟ ان بيان اتحاد الطايره تجاهل كل ده واتكلم عن موضوع سرقه عقود اللاعبين. حقه طبعا، وده شيء شكرا يا الاتحاد المصري لكره الطائره، ولكن طب كمل الموضوع بقى وقول لنا ايه اللي حصل في موضوع الكابتن هناء حمزه شكوى النادي الاهلي في تسريب عقود اللاعبين النادي لاعبات النادي الاهلي وموضوع اتهام النادي الاهلي بالتزوير. هي دي حاجات قليله يا كابتن خالد ولا احنا بقينا عايشين مش عارف؟ لا يعني احنا بجد والله في عشوائيه، في عشوائيه وحاجه مش قليله، والنادي الاهلي مش هيسيب حقه. لا يعني طبعا النادي الاهلي مش هيسيبش حقه، بس انا بقول لحضرتك هو بس اللي لفت نظري. فكان الاستاذ عمرو بما انه رد يعني فحبيت ان انا اقول الرد على الهواء مباشره كما قالوا، ولو في اي حاجه يا شباب تصحيح او حاجه قولوا لي. بالظبط، لانه حقه. طيب نرجع للمباراه الاهلي والاسماعيلي مره اخرى يا كابتن خالد. هي مباراه مهمه جدا، والحقيقه من الناحيه الفنيه طبعا ما كانتش يعني المباراه الكبيره جدا، ولكن ايه رايك في التشكيل اللي بدا بيه مارسيل كولر؟ ايه رايك بالتغييرات اللي عملها مارسيل كولر؟ لا بصراحه المدير الفني واضح ان هو راجل فاهم وراجل ليه خبره وراجل هيبقى له بصمه باذن الله على فرقه النادي الاهلي. تشكيل من اول المباراه كان تشكيل مناسب جدا، وزي ما بقول لك البدايات بتبقى صعبه في بدايه اي بطوله. الحمد لله تعدينا البدايات بفوز كويس، حتى التغييرات بتاعته كانت منطقيه حسب سير المباراه. ومهم جدا على اي مدير فني ان هو يقرا الماتش. نعم. يعني وهو واقف على الخط بيقرا الماتش، لان كل ثانيه في متغيرات جديده بتحصل جوه الملعب. لازم هو يكون قاريها وفاهمها عشان يقدر يتعامل معاها. شوف السرعه اللي كنت بقول لك عليها وسرعه الاختراق وسرعه الحركه. هو ده رتم النادي الاهلي. اوكي، احنا لازم نلعب كده على طول، لان لما بنلعب الرتم بتاعنا بيقل
ما بنبقاش كويسين. ما بتبقاش كويس. لا لا لا. يعني حضرتك عايز سرعة الريتم تبقى موجودة في كل المباراة. على طول طبعا. أعتقد أن رش الملعب كان له دور في هذا الأمر. بالظبط، لأن لاعبتنا كمان متعودة أن الملعب بيترش قبل المباريات من فترة طويلة. نعم جزئي، لأن احنا كنا بنلعب يعني. بالظبط كده. هو من زمان دي نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة جدا وبتريح لاعبتنا يعني. شفت النادي الاسماعيلي ازاي يا كابتن؟ والله النهارده لا بانوا بشكل كويس، اول احسن من السنه اللي فاتت كتير، لان بيلعبوا زي ما بقول لك كره هجوميه يعني. بيهاجموا بيرتدوا للدفاع لما بيفقدوا الكوره. ما كنتش بشوف الاسماعيلي كده، كان الاسماعيلي بيلعب يعني اي جيم بيلعبه، بالذات قدام النادي الاهلي نقدر نقول مثلا 70% جيم دفاعي و30% لو قدر يهاجم. النهارده لا، بيلعب جيم مفتوح، واضح ان جريده برضو مديهم شويه ثقه وشويه جرأه. أوكي. ودي مطلوبه في كره القدم. كابتن خالد، حضرتك كنت واحد من يعني من العظام اللي لعبوا في خط الوسط، ايه رايك النهارده في اليو ديانج؟ لعيب كويس، بس انا ما شفتش الماتش برضو بالكامل. عشان برضو ما اتكلم، ولكن عمل مباراه يا كابتن النهارده حاجه كده يعني غير طبيعيه. هو امكانياته عاليه جدا، وفعلا لما بيكون كويس وبيظهر قدراته بيبان بشكل كويس جدا. أوكي. النهارده انا الشويه اللي اتفرجت عليهم يعني قبل حتى ما اجي، لان كان عندي شغل برضو، عقبال ما رجعت اتفرجت على شويه، لا كان واضح ان هو بيبذل مجهود كبير جدا. بيجري كتير جدا، ليه دور كبير جدا في استخلاص الكوره. التمرير بتاعه كان كويس النهارده، كان سليم بنسبه 90%، ودي من اهم حاجات المطلوبه في لعيب وسط، لاعب خط النص المدافع. فالنهارده هو ظهر بمستوى كويس جدا. طيب المباراه القادمه النادي الاهلي هيلاعب نادي اسوان. مباراه نادي اسوان خسر مباراته الاولى في اسوان، وبالتالي كابتن ربيع ياسين طبعا احد ابناء النادي الاهلي واحد العظام في هذا في النادي الاهلي، وبالتالي هي مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي وعلى نادي اسوان برضو. كيف يفكر مارسيل كولر من وجهه نظرك في هذه المباراه؟ لا، هيفكر ان هو ينزل يكسب يعني. هو طبعا فرقه اسوان فرقه محترمه، ومعها ربيع طبعا من المديرين الفنيين المحترمين، ولكن الاهداف هتبقى مختلفه ما بين النادي الاهلي وما بين اسوان. الاهداف الهدف بتاع النادي الاهلي ان هو ينزل يكسب وياخد 3 نقاط ويضغط على فرقه اسوان من بدايه المباراه، ويحاول ان هو يحرز هدف مبكر بحيث ان الماتش يبقى سهل. على العكس من اسوان ان هو هيلعب على التعادل، لو قدر يخطف جون طبعا في حدود الامكانيات بتاعت لعيبته، ولكن التعادل هو هيبقى الهدف الاساسي بالنسبه لفرقه اسوان. وانا شايف ان احنا لو جبنا هدف بدري مبكر الماتش هيتفتح ويبقى سهل بالنسبه له. طيب ابرز الصعوبات اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي في مباراه اسوان؟ التكتل الدفاعي. بس ده كان خلاص بقى يعني، انا بشوف ان مثلا يعني ما يقول لك ايه لما اجي اقول مثلا ابرز الصعوبات، يقول لك في المباراه الافريقيه يقول لك الحر. طب ما احنا طول عمرنا هنلعب يعني، هنفضل طول عمرنا نلعب في الحر. بالظبط. التكتلات. أيوة. ما احنا طول عمرنا هنفضل نلعب في التكتلات. بالظبط. ما هو لازم بقى ايجاد الحلول يعني، هيبقى في تكتلات، يبقى لازم احنا ندور على الحلول اللي هي تفك التكتلات الدفاعيه اللي منتظر فرقه اسوان تلعب بيها. اهم الحلول ايه يا كابتن؟ التسديد من خارج منطقه الجزاء. ده اول حاجه. زي كام جون اللي حضرتك جبتهم كده؟ بالظبط كده. كانوا بيحلوا حاجات كتير جدا. بيخلصوا ماتشات. خلاص بطولات. بطولات يعني كمان. في جون بتاع المصري ده خدنا فيه ببطوله. المصري. كاس مصر. الشوطه دي. كسبنا 1-0 وخدنا بيه. حضرتك اللي جايب الجول. كسبنا 1-0. التسديد من اهم الحلول عشان ان انت تتغلب على التكتلات الدفاعيه، بتفك اي تكتل دفاعي. لان انت من بره خط 18 او من مسافات ابعد شويه بتقدر ان انت تسدد. تاني حاجه اللعب من على الاجناب. أوكي. زي ما بنقول خلخله الدفاع. يعني ايه خلخله الدفاع؟ ازاي بلعب من على الاجناب وبعدين بخترق من العمق، يبقى فيه اختلاف ويعني سيناريوهات مختلفة وتنوع في الأداء الهجوم. شوية من العمق، شوية من على الأجناب، تسديد من خارج منطقة الجزاء، كرات الثابتة، كل دي حلول تفك لك أي تكتلات دفاعية. كابتن خالد برضو واحنا بنتفرج مثلا على مباراه زي اسوان، لما بنيجي نلعب من الجناب لازم مثلا يقول لك ايه، لما تيجي تلعب الجناب انت بتعمل اوفرات اكيد، فلازم يبقى عندك 2 أو 3 في موجودين. ايوه. النادي الاهلي يعني، مش النادي الاهلي، اي فريق يعمل كده ازاي كمان؟ أيوة. يعني لانه انت لما بتيجي تروح من الجناب دلوقتي بنلاقي مهما كان العدد المهاجمين اللي موجودين بتلاقي واحد في ال 18 بالكتير. بالظبط. صح ولا انا؟ لا بالظبط. لا هو دايما ايه، الفرقه اللي بتلعب من العمق هي اللي بتجيب اجوان كتير يعني. هو اللعب مش الاساس هيبقى اللعب على الاجناب، انت ازاي تفتح على الاجناب عشان تفتح الفرقه اللي قدامك، وبعدين ازاي تخترق تدخله بقى من النص. لان حته العمق دي هي بتاعت الاجوان. انت في اي تمرين احنا كمدربين لما بنيجي بنعمل مثلا كرات عرضيه، انت لو حطيت 4 فراود على مدافع وقعدت ترفع الكوره
الاربعه فراودة مش هيجيبوا جون ومدافع واحد فين وفين لما هيجيبوا جون. اوكي يعني دي معروفه، واضحه معروفه يعني. انما احنا بنقول خلخله الدفاع ازاي بفتح عشان اعمل خلخله وافتح الديفنس اللي قدامي، وبعدين ازاي بلعب من جوه وابتدي بقى اخترق من العمق، لان حته العمق دي فيها 1 2 ممكن تجيب جون، ممكن تشوط تجيب جون، ممكن واحد ضد واحد تفوق. يعني هي الحته دي بتاعت الاجوان مش الحته بتاعت الاطراف. الاطراف بس هي بتبقى ايه، الواحد بيستخدمها شويه وبعدين بينتقل للعمق عشان يقدر يوصل لمرمى المنافس. هل تتوقع اجراء اي تغييرات في التشكيل في مباراه اسوان؟ لا انا ما اتوقعش، يعني انا اتوقع ان هو هيلعب بنفس التشكيل. هو لعب الاجانب كلهم كده، لما بيكسبوا ما بيحبوش يغيروا حتى لو لم يكن البدايه جيده. بيسيب وبعدين بيشوف لو في اخفاق او حد مش في مستواه بيبتدي يغير. انما طالما هو نهى النهارده الماتش وكسب، لا متهيألي ان هو هيبتدي بنفس التشكيل. يعني هو غالبا طاهر اللي اتطرد عشان اخر الماتش، فممكن بقى يحط اي اسم مكانه لان هو الوحيد اللي ما بنفس السمات يمكن. بنفس السمات بتاعه المركز بتاعته. يعني حضرتك كده بتقول ان هو بيلعب بسمات معينه او بشكل معين، وسمات معينه بيلعب فيها في الجناب اللي بيجد فيه هذه السمات بيلعبها. بالظبط كده، كل مركز ليه سمات معينه. يعني الجناح لازم تتوافر فيه سرعه، اختراق، بيعرف يفوت واحد ضد واحد، بيعرف يعمل كروسات، بيقدر يخش يبقى راس حربه تاني لما تكون الهجمه من الناحيه التانيه. اي حد بيتوفر فيه هذه الصفات يلعب في المكان ده بغض النظر عن الاسم. يعني كل مركز ليه مواصفات، ما هنا المدير الفني بيجي بيختار او بيحط التشكيل او بيوظف اللعيبه على حسب امكانياتها. مزبوط. حسب الواجبات بتاعه المركز. أوكي. سواء هجوميه او دفاعيه. لكن برضو معلش انا مصر على قصه الجناب دي ليه؟ لانه احنا النهارده مثلا شادي حسين لما لعب حتى الهدف اللي جابه من العمق، ولكن من كره باك باس رجعت له. انا بشوف ان الاهلي مش محتاج اوفرات كتيره من الجناب. لا اوفرات يعني اوفرات. ايوه انت محتاج ان انت توصل زي ما حضرتك بتقول وتطلع الكوره لا اما لورا او بس. السر في الجون بتاعنا النهارده ده. أيوة. السر فيه ايه بقى اللي ممكن ما حدش يعني هياخد باله منه او ما يتكلم فيها كتير؟ الكرة كانت طويلة. صحيح. كريم فؤاد اتزحلق. مظبوط. الراجل الباك بتاع الإسماعيلي ما اتزحلقش. صحيح. وعشان كده الزحلقة دي بجسمه وقفت الكرة قدام كريم. خدته، خد الكرة. أوكي. يعني هو مدافع الإسماعيلي داخل برجل واحدة. كريم فؤاد بالاثنين. في عامل برجليه الاثنين وبجسمه، فأخد الكرة. أوكي. وقام لاعب الكرة بالعرض في الحتة المظبوطة، وشادي طبعًا متحرك كويس ومتوقع كويس. جت جون، انما الجون جه منين؟ من العمق. من العمق. يعني انت بره عشان تستخدم العمق بشكل كويس. اوكي. فده كان سر الجون بتاع النهارده، يعني النهارده كريم فؤاد لو ما اتزحلقش خلاص الكره تولد بعيده. كانت خلاص بقت 50 50 بينه وبين الاسماعيلي. ما استغربتش لما لقيت كريم نزل؟ استغربت. كلنا استغربنا. لكن الراجل الحقيقه بس ادى بشكل كويس على فكره. لا والراجل وضح يعني. هو واضح ان مارسيل كولر من الناس اللي يعني ممكن تتكلم في المؤتمر الصحفي، يعني لانه في المؤتمر الصحفي قال انا كنت بشوف ان كريم لعيب سريع وقوي، واحنا كنا محتاجين حد يجري ورا الباك ليفت بتاع الاسماعيلي. أيه. وبالتالي نزلته عشان يعمل المكان ده. هو قال كلمه برضو فيها مفتاح كبير جدا لازم نقف عنده. اتفضل. الخطوره بتيجي منين بالنسبه للفراوده او اي حد بيخترق اي دفاع؟ ان انا العب من ورا الناس، اتحرك ورا الناس عشان اضرب الخط كله، عشان افضل نلعب طول ما انا هلعب من تحت واسقط مفيش اي خطور. يعني مفيش اي خطور. فهو قال كلمه ان هو عنده سرعه وبيلعب من ورا المدافع، وهي دي الخطور. صحيح. لانه دايما لما كان المدربين بتوعنا حضراتكم ما تيجوا تقولوا لنا اي حاجه تقولوا لنا ايه؟ خلي المدافع والكره قدامك. بالظبط. قدام عينك كمدافع يعني. ايوه. طول ما هم قدامك مش هيعرفوا يعملوا حاجه. مش هيعرفوا. فعشان كده لما بيبقى في الظهر ف مشكله. تبقى بالنسبه للمدافع ان هو هتبقى مشكله. طبعا مشكله. كابتن خالد، الدوري السنه دي انت شايفه مين اللي ممكن؟ طبعا اهلي وزمالك كالعاده، لكن هل من الممكن ان نرى فرق اخرى تتنافس مع الاهلي والزمالك؟ لا على بطولة الدوري لا. ده قول واحد. على بطولة الدوري لا، ولكن هنلاقي منافسة في الأسابيع الأولانية، 10 أسابيع 12 أسبوع هتلاقي يعني الدنيا ماشية، ولكن كطول نفس واللعب على بطولة لا، الأهلي والزمالك بس. 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 لكن بقية الفرق ممكن بقية الفرق ما عندهاش النفس الطويل اللي هي تقدر تلعب على بطولة الدوري عام. من الثالث للخامس للسادس مثلا؟ بالظبط. تلاقي بيراميدز، تلاقي بقية الفرق بقى فيوتشر.
مين اللي عجبك يعني؟ كيلوباترا. اللي انا عاجبني سيراميك كيلوباترا. ليه؟ لان احمد سامي حفظ الدوري. أوكي. حفظ الماتشات. الماتشات الفرق مع بعض غير قدام الاهلي والزمالك. الدوري بتاعنا بينقسم شقين. صحيح. سيراميكا كيلوباترا لما يلعب المصري دي ماتشات ليها رتم تاني خالص. مظبوط. ولعب تاني غير. كان ماتش حلو بالمناسبه. مفتوح. لان هي يعني انا بسمي الماتشات الدوري الفرق مع بعض بعيد عن ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى زي التقسيمات، يعني انت لو تلاحظ هتتفرج هتلاقي الناس اللي بتهاجم بتقف وناس بتدافع. يعني بتدافع غير ماتش الاهلي والزمالك. صح صح. غير يعني انت النهارده انا او ما اعرفش بس حضرتك كمل عشان هو حفظ احمد حفظ الدوري، حفظ ماتشات الدوري بالذات اللي هي بعيده عن الاهلي والزمالك، هتلاقي اسلوبه بيتغير لما بيلعب قدام النادي الاهلي. اوكي. هيبقى في شويه تحفظ، مش هيبقى هجومي زي ما شفناه قدام المصري. مع انه عنده قوه هجوميه ضاربه. عنده اللعيبه، هو بينقي عينه كويسه، بينقي لعيبه كويسه وقماشه كويسه تمام بتقدر تخدم فكره. صحيح. وهو في الماتشات اللي بعيده جريء، ما بيهموش هجيب جون هجيب ثلاثه. أوكي. لان الماتش بيتفتح والفرقه بقى بتبتدي تهاجم زياده عن اللزوم. صحيح. عشان تبتدي تعوض، فبيبقى في مساحات وبيبقى في فراغات هو بيستغلها باللعيبه الجديده اللي جابها. فماتش كان حلو الحقيقه، سيراميكا كيلوباترا والمصري ثلاث اجوان حلوين. ثلاث اجوان حلوين. طبعا. لا الماتش نفسه كمان كان حلو. بالزبط. بعيدا عن طبعا الاهداف احلى حاجه، لكن يعني دايما الماتش كان رايح جاي، وانا اتفرجت اصلا على الثلاث ماتشات امبارح. وجايب احمد رئيس ياسر ريان طبعا، ياسر وجون ابوكا وجون ميدو جابر برده كان جاي من الجيش، فهو جايب الناس اللي بتعرف تلعب على الجون. يعني دايما مغير تقريبا الناحيه الهجوميه كلها. بالظبط. بيعرفوا يلعبوا على الجون ويقدروا يوصلوا الجون بسرعه. انا كنت عايز اسال حاجه بقى في الاسماعيلي في ايه؟ حضرتك بتقول دايما قدام الاهلي والزمالك بتبقى الامور مختلفه. الاسماعيلي لو كمل بالمستوى ده اعتقد هيبقى غير السنين اللي فاتت خالص. يعني هل ده يعني هل الاسماعيلي هيبقى بنفس المستوى امام الفرق اللي بعد كده هيلعبها؟ ممكن. يعني هم لو مش لو لعبوا زي النهارده قدام الفرق الثانيه لا هيبقى ليهم شكل كويس، بس برضه الاسماعيلي ناقصه الناس اللي بتجيب اجوان، فراوده تعرف توصل للجون وتعرف تهدف بشكل كويس. يعني ده اللي ناقص النادي الاسماعيلي. يعني انما غير كده لو لعبوا بنفس الاسلوب النهارده وبنفس الجراه لا هيبقى لهم شكل احسن من السنه اللي فاتت بكتير. تمام. بكرة برضو ثلاث مباريات مهمة في إطار الدوري العام المصري وهو نهاية الدور الأول، والأول مرة يا كابتن خالد من 2004-2005 ربنا يديله الصحة كابتن عصام عبد المنعم، حتى الآن من ساعة ما كان رئيس الاتحاد وحتى الآن محدش حط لنا جدول لمباريات الدوري العام المصري كامل لغاية دلوقتي إلا السنة دي من 2004-2005. دي حاجة تحسب للرابطة طبعا، ودي حاجة كويسة جدا. الأستاذ عامر حسين والرابطة طبعا، يعني إن أنت تحط جدول بقى فعلا من أيام الكابتن عصام من 2004 ما شفناش الكلام ده. ودي حاجة بتنبئ إن الدوري السنة دي هيبقى ليه شكل تاني. النقطة التانية الجوائز اللي بيعملوها رجل المباراة بعد كل ماتش دي حاجة جميلة جدا. وحاجة برضو جديدة ومحفزة للعيبة، وزي بروتوكول جديد كده هم بيدينا برضه شويه يعني. شياكه يعني. بيدي شويه شياكه في حاجه كويسه. يعني هم لا الرابطه السريع. ايه رايك في الرابطه واللي عاملها الرابطه يا كابتن؟ والله بشكل يعني بيشتغلوا وبيحاولوا ان هم يبتكروا وافكار جديده يحاولوا ينفذوها لمصلحه الانديه ومصلحه شكل الدوري، وحاجه يشكروا عليها، ولكن عايزين المزيد. يعني احنا عايزين المزيد، عايزين دايما نصل طيب بما اننا واحنا بنتكلم عن الدوري الحقيقه الدوري واخد مننا كل حاجه، لكن برضو يعني عشان نبقى اتكلمنا في كل حاجه برضو يا كابتن محتاجين نتكلم عن المنتخب المصري والمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده مباراه مهمه قدام اسواتيني خلال الفتره اللي جايه، في تضارب طبعا، ما اعرفش انا كنت حتى متكلم عن هذا التضارب من زمان جدا، ان عندنا مباراه المحليه مباراه السوبر المحلي الاهلي والزمالك يوم 28، ثم مباراة اسواتيني منتخب اولمبي مصري ضد المنتخب الاولمبي من اسواتين يوم 30 مباراة العودة. فمباراة مهمة، والمنتخب الاولمبي مع روجيرو ميكالي اعتقد حاجة جيدة، او يعني اللي احنا شفناه في الماتشين ثلاثة اللي لعبهم الوديين حاجة جيدة. طبعا حاجة كويسة وحاجة تنبئ بالخير، بس برضو كام عنصر من المنتخب الاولمبي بيلعب اساسي في الدوري الممتاز؟ ما دي لازم تحسب. يعني لازم نبقى حاسبينها ونبقى عارفين. مش كتير الحقيقة. مش كتير، فمش هتفرق ماتش 28 و30. ما عشان كده مش هيفرق. لان اللعيبه مش كتير. خمسة ستة.
كنت هتقول ايه ساعتها؟ لا لو 5 6 يبقى لا، يبقى المواعيد في تضارب صحيح. انما لو هم قليلين، بس انا يعني ايه، انا اتفرجت على ما في ماتشات وديه اتفرجت عليها المنتخب كان بيلعبوا بنين، لعبوا الثلاث ماتشات ما انبسطتش بصراحه. لا ما انبسطتش. لا 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 لا, لا. اوكي ما انبسطتش خالص كمان. لان احنا محتاجين شغل جامد جدا من تحت عشان نضمن ان احنا يكون عندنا تواصل اجيال تقدر ان هي تلعب على بطولات. احنا مش ماشيين في القصه دي. يعني احنا قدام شويه الدنيا مش حلوه، يعني لان انا متابع، وبعدين انا عشان شغلي برضو كرئيس قطاع الناشئين في نادي البنك الاهلي، فانا شايف الدنيا تحت ازاي والمواهب عامله ازاي ففي حاجات صعبة. طبعا جد جد يعني على مستوى قطاعات الناشئين طبعا موضوع التسنين والتزوير والقصة حاجه صعبه جدا. لا لا لا، حاجه فوق الوصف. بتعاني من هذا الامر، حاجه فوق الوصف يعني. حاجه فوق الوصف، ما ينفعش. هو مش شرط يعني احنا لازم نحدد احنا عايزين ايه من قطاعات الناشئين. أوكي. اول هدف محترم لقطاعات الناشئين ازاي تعمل لعيب كوره كويس محترم فنيا وسلوكيا. صحيح. وازاي كل سنه بتطور من ادائه عشان في الاخر تقدم لعيب يقدر يخدم النادي ويوفر له فلوس كتير. صحيح. في حته او تقدر الفلوس تبيعه كتير، او تقدر تبيعه وتكسب منه. تكسب منه. ادي الاهداف، مش الهدف ان انا اجيب اتنين لعيبه كبار يكسبوا لي بطوله. لا لا مش كده. الدنيا في مش كده. بتشتغل على كده في مصر؟ كتير للاسف. للاسف. يعني انا بشوف حاجات بصراحه، بالذات بقى في السن الصغير، يعني 2008 و2007. لا لا حاجه صعبه جدا. اكبر مني في لعيبه 2007 اكبر مني. لا 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 والله شكلهم كبير. حاجه صعبه جدا، يعني لعيب بيلعب فرقه، عيال صغيره بتلعب ضد واحد، ما ازاي؟ صحيح. كل ما ده مش كويس. يعني هي مش قصه نتائج. أوكي. قطاعات الناشئين مش نتائج، بس حضرتك عارف انه يعني مجلس احنا هنا برضه بنبص. اي رئيس نادي او اي مجلس اداره عايز يعني نتائج. انا جايب كابتن خالد جدلة، ما هو يعني انا جايب كابتن خالد علشان هو اكيد ممكن الناس تفكر يمكن حضرتك يعني لانه انت خريج مدرسه الاهلي وعندك احترام لنفسك واحترام للنادي اللي انت بتشتغل طبعا. فيه البنك الاهلي، وبالتالي بتحاول تعمل لهم اللي حضرتك بتقوله ان هو يكون هناك لاعب ناشئ يوفر على البنك الاهلي في الفريق الاول بشكل جيد، وفي الناحيه الثانيه تقدر تبيعه بالظبط. لو يعني وفي نفس الوقت بقى ان انت برضه يبقى شكلك في البطولات او في الماتشات ان انت برضه بتكسب وماشي الدنيا ماشيه. صحيح صحيح. ولكن في ماتشات بتبقى صعبه جدا في حته تبقى واضحه، في حاجات واضحه والتزوير. مش قالوا يا كابتن ان كان هيبقى في موضوع يخص الاسويره اللي هي الاشعه عملوها على 2008 و2007 بتطبق، وفي لعيب في انديه كتيره جدا استوعدت 14 لعيب امال ومع ذلك لسه ده في نادي يعني بدون ذكر اسامي لعب اول ماتش مش لاقي لعيبه، كل القايمه اللي كان استبعدت. ابيض. والله حتى الجون لعبوه لعيب. ايه ده؟ وبعدين فوجئت الماتش الثاني بقى لقيت حاجات صعبه جدا. جابوا ناس اكبر من اللي استبعدوه. طب معرفش. وتأيدوا ازاي؟ ما انا معرفش بقى. في حاجات دمها تقيل بالذات في السن الصغير، يعني 2008 و2007 واحنا مشتركين في الست بطولات كلها بطولات جمهوريه طبعا، يعني من 2001 و2003 و2005 و2006 و7 و8 اوكي. لا لحاجات في ماتشات انا ببقى قاعد يعني حزنان، لان مش هي دي الكوره. لا مش هو مش هو ده الهدف. ومش هو ده الهدف. لا لا لا. انا اكسب بطوله بالولاد في نفس السن طبعا، يعني طبعا. ما ينفعش الاقي مثلا فرقه 2008 الولاد معظمهم اجسامهم معروفه. شكل العضله لا بتاعته. لا يا كابتن الجارية. شكل رجليه الجارية. لما الاقي بقى حاجات بقى اكبر مني يبقى ما ينفعش. ازاي ازاي؟ فهي صحيح. بتبقى دمها تقيل. اتمنى ان الحته دي برضو تتظبط، وان الناس دايما لا اللعيب الموهوب ندور عليه ونلعبه في سنه وهو هيبقى كويس وممكن يكسب بطوله وممكن يكسب مش بطوله شرط انه يبقى كبير يعني، وممكن يبقى محمد صلاح برضو مفيش مشكله. مش احنا هنطلع لعيبه ازاي؟ هنطلع لعيبه ازاي؟ لان اللعيبه الكبيره دي بتيجي بقى في وقت خلاص بتقف، لما اللعيبه بتكبر. اللعيبه يعني لعيب مسنن هو دلوقتي فارق من ناحيه السرعه ومن ناحيه بعد كده خلاص. الولد اللي بيلعب معاه اللي هو عمره طبيعي لما بيكبر بيتفوق عليه، ما هو التاني زي ما هو المسنن ده زي ما هو ما اتطورش. صحيح صحيح. التاني بيكبر سرعته بتزيد جسمه بيجمد فبيحصل فبيتفوق عليه، فهي بتبقى مرحله بس يعني. انا جايبك بس تكسب لي البنك الاهلي وتمشي مثلا بالزبط. او تكسب لي النادي الاهلي وتمشي بالظبط. يعني في انديه شفت يعني صور اللعيبه 2008 لا اتخضيت. والله حابب ابعتها لك. ابعتها لي والنبي الحاجات دي، انا واحب اتكلم في الحاجات دي والله. حابب ابعت لك والله الصور دي. انا مره اقول لك على حاجه. ايوه.
كان كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. أيه. من سنتين كده قبل خالد بيبو على طول. ده كابتن فتحي جه بعد ايه؟ ما انا كنت نائب رئيس قطاع قبليها وبعدين جه كابتن فتحي. فكابتن فتحي فالاهلي كان بيلعب الجونه. أيه. الاهلي والجونه، انا ابني بيلعب 2004 في الجونه. ايوه. فبدر بسم الله ما شاء الله طويل وبتاع، فاخد كره وجاب جون في الاهلي، فانا قاعد انا بتكلم ماليش دعوه. مش حاجه خالص. فالكابتن فتحي قام لفف لي كده. مش انا يعني، انا قاعد جنب كابتن فتحي بس. ما اعرفش ان ده ابني ولا حاجه خالص. قال لك لا لا ده مزور. وانت قاعد جنبه. وانا قاعد جنبه قلت له يا كابتن مش مزور. مش مزور. قال لي، قلت له لا مش مزور. وبعد ما خلصنا الماتش قلت له على فكره ده ابني مش مزور. قعدنا نضحك لسه مفكروا بالموضوع ده. ففعلا في حاجات كتيره جدا بتبنى كابتن خالد في موضوع الناشئين ده. لا لا حاجه صعبه، موضوع صعب جدا، لكن نتمنى يا رب الخير لكل ناشئين. ربنا كريم. احنا اهم حاجه عايزين تواصل اجيال. نعمل عشان نضمن ان كره القدم هنفضل بشكل يخلينا ننافس على اي بطوله نخش فيها. لو ما فيش تواصل اجيال مش هنقف، الدنيا هتقف. هتلاقي سنتين ثلاثه ما عندناش. المنتخب الناشئين 2003 ومنتخب الشباب والناشئين يعني 2006. في لعيبه كويسه بيقولوا، انا ما شفتش. لا في نتمنى ان هم بس يكملوا يعني. نتمنى ان هم يكملوا. لبسوا الاسوره طيب ولا ما لبسوهاش؟ لا ال 2003 ما بيعملوش اسوره. ولا ال 2006 هو لغايه 2008 او 2007 بس. هو مش المفروض كل ده يتعمل له؟ المفروض. لا في لعيبه ما انا بقى مش عايزه. لا يعني احنا كنا بنلاعب مثلا 2006 كنا بنلاعب نادي، ونادي ليه اسمه يعني. أوكي. في الكوره نادي قديم. فانا قاعد بتفرج لقيت الباك ليفت بتاع الفرقه اللي قدامنا. لا حاجه 2006 ازاي ده حاجه جامده جدا. لا لا حاجه رهيب. فبين الشوطين انا شفته، فبعد الماتش خليت الاداري يصوره طبعا، وجبنا كارنيه وصورنا الكارنيه وصورناه مع الحكم. طلع ايه بقى؟ طبعا الولد كبير. الولد طلع 2003 وبيلعب 2006، مش سنه مثلا، ده ثلاث سنين. 2003 بيلعب 2006. وصوره الكارنيه مش بتاعته يعني، بيلعب بكارنيه حاطين صوره بتاعت ولد تاني، والحكام بتشيك بتوقف الفرق على الخط ويشوفوا طب ده لعب ازاي. طبعا قدمنا احتياط وباذن الله هناخد الماتش. يعني هنكسب الماتش يعني، بس يعني انما مش كده. مش كده 2006 يلعب 2003 ازاي؟ طب يا اخي سنه خليه مثلا 2005. يعني انما ثلاث سنين، ثلاث سنين انت مش ممكن. وبعدين الولد باين. لان احنا بنعرف ازاي، انا بعرف زي ما انت قلت من سرعته من جريته من شكل العضله الاميه بتاعته. شكل العضله الاميه لا ازاي يعني في حاجات بتبقى باينه. صدره عرضه قد ايه، دراعته قد ايه، حاجات واضحه طبعا مش بتاعت سن. فانا اتمنى ان الحته دي تتظبط بشكل كبير جدا. يا رب ان شاء الله يا كابتن خالد، ويا رب كل التوفيق لحضرتك. ويعني الناس المحترمين اللي زي حضرتك اكيد هيبقى ليهم دور كبير في تطوير هذه المنظومه الكبيره جدا اللي فيها كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه بعد كده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن خالد على وجودك معانا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق. شكرا الف شكر، سعيد كنت معاك يا اسلام. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف لينا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل احمد، دكتور احمد ثابت وايمن جيلبرتو، ولكن بعد هذا الفاصل.